دي بقى من افشل التصميمات الهندسيه اللي ممكن تشوفها في حياتك. اول تصميم ده يا جماعه انا عايز حد بس يفهمني هو ايه ده، يعني هو قال لما حلوه وكل حاجه بس مش هنا، مش في اللوكيشن ده، ولا انا غلطان ولا في ايه؟ عزيزي المشاهد اللي انت شايفه قدامك ده حقيقه مش خيال، هم ساندين سقف دور بحاله بكوريك عربيات. ازاي؟ ما اعرفش. بص هو حلو ان العامل يفكر بره الصندوق، يعني هو بيديك شغل انضف وفكره احسن. يعني بص الفكره اصلا جاء ايه ده بقى؟ يعني ده اعلان لبيت ولا ده انا عايز افهم ايه ده؟ ده انا اسكن فيه ازاي؟ انا خايف اسند عليه. بص بقى معايا هنا واقنعني ازاي الفكره دي جات لهم، يعني هم فكروا ازاي وحسبوها هل دي تنفع؟ انا مش مهندس، هل دي تنفع؟ يا اخي هات لي بهايم تشتغل في شارع زي دوت وهتلاقيهم حطوا الشجر في قلب اماكنهم. بهايم. بص انا عايز افهم بس، هو انا مش واخد بالي ولا هي فكره غبيه ولا فين البوينت بتاع الفكره؟ ما اعرفش. حد فاهم؟ طيب حاطين التلاجه جوه الحيطه، انت فاهم، بيوفروا مساحه يعني. افتح ورينا جواه ايه. اقفل تاني. ايوه ولا كانك شفت حاجه. بص وانا بصراحه مش فاهم الفكره دي، يعني هي جات له ازاي؟ مش فاهم. هو انا اللي مش فاهم ولا هو اللي مش فاهم ولا صاحب البيت اللي مش فاهم ولا انت اللي مش فاهم ولا في؟ طب انت على الله حكايتك وغبي. اللي جنبك ده بقى ايه، كان معاك في الكلاس؟ بص هم عاملين البتاع دي المفروض عشان خاطر العربيات الصغيره دي تنزل من عليها، لكن مش عارف بقى انت لو ذكر قرب. بص هو انا مش عارف هم بيكسروا السيراميك ليه بصراحه، يعني بالرغم ان هم ممكن يشيلوه بالراحه ويستخدموه في حاجه تانية، بس هو اكيد في فكره، اكيد الناس دي يعني الناس دي ما حضرتك بتقول ايه؟ والله يا ريت الفكره دي تتطبق في كل العماير، اللي هو انت لو نزلت مستعجل وحسيت اللي هو فاهم فتخلص نفسك تكمل مشوارك عادي. بص بقى ده لما تجيب سباك من على النت، انا لولا ان انا واثق ان دوت حد وش انا كنت قلت ده لاستخدام اخر. هنا بقى اعلمك فن الدهان خصوصا في الاماكن الصعبه اللي زي دي، يعني هو الموضوع سهل اصلا بس انت ما تستعجلش. في وانا مش فاهم العف اللي ركب البيبان ولا اللي ركب السيراميك ولا انت رايك ايه؟ ده ايه ده بقى؟ طب لو فرضنا ان الفكره تمام وكل حاجه، مش ملاحظ ان الفتحه دي هتدخل هواء في حتت محتاجه خصوصيه؟ طب ده ايه ده بقى؟ انا مش فاهم انا دلوقتي، دي فكره حلوه ولا وحشه؟ ولا انزل فوق طيب ولا اطلع تحت؟ ولا انت في نفس الدور صح؟ ولا ايه؟ سيبوني بعد اذنكم، انا عارف انا بحل مشاكل ازاي، سيبوني كده. ايوه تمام عشان تعرفوا بس. ده بقى لما تجيب مهندس من على القهوه تقول له تعالى اظبط لي الدنيا كده ولمها لي وانا اظبطك، فاهم؟ باشا انا مش عايز اتدخل في شغلك بس انت عارف انت بتعمل ايه صح؟ تمام. يا نهارك ابيض ومنيل. افتح يا علي مرزاه يا كريم، ده ايه اليوم ابني؟ انا مش فاهم عشان احتاج اطلع السلم ده في بيتي، يعني اروح اتعلم باركور وبعد كده اجي ولا اعمل ايه؟ مش فاهم. ايه يا حاج انت بتعمل ايه يا حاج؟ يا حاج انت متقن شغلك قوي لدرجه انك لو فضلت 10 دقائق هتبقى زيك زي اي عمود حواليك. في ايه؟ الناس دي بتتعب وبتشقى ومحدش حاسس بيها، والله يخرب بيوتكم ورونا هتطلعوها ازاي؟ هو مش فاهم، هو السلم ده اتركب على اجزاء يعني ولا ايه؟ يعني دي حته زياده قالوا يسيبوها تحت السلم؟ ايه ده؟ بص هو انا لما شفت الصوره دي في الاول اتخدعت، انا كنت فاكر ان مفيش مشكله بس طلعت في مشكله ومصيبه، يعني لو عرفتها قول لي في التعليقات. ما تنساش بقى ترزع لايك في وشي قبل ما تقلب وتقول لي رايك في التصميمات ديت في التعليقات، واشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي.